مشاركة كويتية مميزة في انطلاق بطولة طوكيو الدولية 39 لرياضة شيدوكان القتالية. تفاصيل في هذا التقرير. أقيمت في طوكيو البطولة الدولية 39 لرياضة شيدوكان القتالية. وشاركت الكويت بوفد ترأسه السيد شيهان فيصل المسلم، وضم لاعبا من فئة الكبار وثلاثة لاعبين من فئة الأشبال، نجحوا جميعا باحتلال مراكز متقدمة في فئاتهم. الحمد لله هذه رابع مرة أشارك بالبطولة والله وفقني الحمد لله، ومستانس أني خذيت مركز أول. أكثر تحدي واجهني أن أعرف نظام اللاعب اللي قدامي، شلون مسافته يلعب إيده وريوله، وبعد نظام التحكيم هني غير عن الكويت. كانت البطولة حلوة حيل وعجبتني، أول مرة يعني أشارك ببطولة العالم باليابان خصوصاً، استانس فيها حيل وايد. بالبداية كنت شوي مرتبك، بعدين بالوسط قمت ألعب أقوى وأقوى وأقوى. البطولة كانت جيدة ورائعة، وفزت بالفايت الأول، خسرت بالفايت قبل النهائي، وأدائي كان جيد بشهادة مدربي شيهان فيصل المسلم، والخصم كان أفضل مني بقليل من ناحية اللياقة. كما حقق اللاعب الأدهم السبيعي المركز الثاني فئة ثلاثي الفنون القتالية لوزن فوق 75 كيلوغرام. الفريق الكويتي يشارك كل عام ويساهم إساهما كبيرا في نجاح بطولاتنا. أتمنى أن ينتشر نوع شيدوكان من الكاراتيه أكثر في الكويت، وأن يشارك عدد كبير في الفنون القتالية، ليست فقط حول الربح والخسارة، وأرجو أن يتعرف الكويتيون على أبعادها العميقة. ويذكر أن دولة الكويت كانت قد احتضنت بطولة العالم لرياضة شيدوكان في وقت سابق من العام الحالي. نتائج ممتازة للفريق الكويتي المشارك في بطولة شيدوكان بالعاصمة اليابانية طوكيو، نتائج تثبت أهمية المشاركة المتواصلة في الدورات الدولية لأجل مراكمة الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء. نجيب الخش، تلفزيون دولة الكويت من طوكيو. إذن